السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج حوار المساء. عنوان حلقة اليوم: تداعيات انفصال كردستان العراق وانعكاساته على الواقع العراقي. وسيكون معنا في هذه الحلقة السيد أمير المفرجي، الكاتب والمحلل السياسي العراقي، وأيضا السيد شاه القرداغي، المحلل السياسي العراقي عبر سكايب. مشاهدينا الكرام، فاصل ونعود. مع اقتراب موعد الاستفتاء على انفصال كردستان العراق، تتصاعد وتيرة الصراع بين المعارضين والمؤيدين وسط تحذيرات من أزمة جديدة تفاقم حالة عدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. مشاهدينا الكرام، نتابع هذا التقرير ثم نعود. نحو مزيد من التوتر تمضي الأمور بين استعدادات في كردستان العراق من أجل إجراء الاستفتاء، وبين رفض وتهديدات يطلقها معارضوه في العراق وخارجه. مكتب مفوضية الانتخابات والاستفتاء في محافظة التأميم أعلن أن أكثر من 900 ألف شخص سيشاركون باستفتاء انفصال كردستان العراق عن سلطة بغداد، مضيفا أن المفوضية أنهت كافة التحضيرات اللوجستية اللازمة لذلك. إعلان لقي معارضة متصاعدة محليا ودوليا، إذ أعربت الجبهة التركمانية على لسان رئيسها أرشد الصالحي عن رفضها إجراء الاستفتاء في كركوك، بينما اتهمت محافظ التأميم نجم الدين كريم باستقدام 200 مسلح من ميليشيا PKK إلى كركوك بهدف فرض إجراء الاستفتاء فيها. كتلة ميليشيا بدر البرلمانية من جانبها طالبت القوات الحكومية بمنع إجراء الاستفتاء في كركوك ولو بالقوة، محذرة من أن إجراء الاستفتاء فيها سيعطي تبريراً للأكراد لضمها إلى المناطق التي تخضع لسلطتهم، في حين هددت ميليشيا كتائب الإمام علي المدعومة إيرانياً باجتياح محافظة التأميم في حال أجري الاستفتاء فيها. وكما يلقى الاستفتاء رفضاً في التأميم، يلقاه كذلك في نينوى، إذ أعلنت كتلة الرافدين النيابية المسيحية رفضها إجراء الاستفتاء في مناطق سهل نينوى، باعتبار أن هذه المناطق لا تدخل ضمن حدود محافظة كردستان العراق. خارجياً، فإن رئيس الوزراء التركي بن علي يلدرم دعا المسؤولين في كردستان العراق إلى العدول عن إجراء الاستفتاء، محذراً من أن أزمة جديدة تضاف إلى أزمات الشرق الأوسط تؤثر سلباً على استقرار المنطقة بأكملها. رغم كل ذلك، يبقى الجميع في انتظار 25 من أيلول الجاري موعد إجراء الاستفتاء، الذي ربما يكون حداً فاصلاً بين ما قبله وما بعده جغرافياً وسياسياً، بل وربما عسكرياً. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. إذن نذكر بعنوان حلقتنا لهذا اليوم: تداعيات انفصال كردستان العراق وانعكاساته على الواقع العراقي. أكرر التحية مرة أخرى للسيد شاه القرداغي، الكاتب والمحلل السياسي، معنا عبر سكايب. أهلا بك سيد شاه. أهلا وسهلا بكم. بداية، إذا بدأت معك من تصريحات قبل الاستفتاء، طبعا هناك احتقان، هناك أجواء مشحونة ما بين حكومة إقليم كردستان وما بين حكومة بغداد. التصريحات قبل الاستفتاء وصلت إلى حد التهديدات المتبادلة. برأيك هل يمكن إجراء الاستفتاء بهذه الأجواء المشحونة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم والمشاهدين الكرام. حقيقة قبل الاستفتاء وحتى منذ تحديد يوم الاستفتاء 25 من هذا الشهر، حدث تراشق إعلامي كبير بين الطرفين، من قبل سواء الميليشيات العراقية الموجودة أو الأطراف الحكومية أو من قبل الأطراف الكردية التي شاركت في الاجتماع مع رئيس الإقليم وحدد هذا الموعد. بالتالي هذا يزيد من الشرخ الموجود في المجتمع، ويزيد من حدة الكراهية والحقد الموجود في المجتمع، حتى وصل الأمر إلى تهديد بعض الميليشيات لبعض الأوائل الكردية التي تعتبر انتمائها للعراق في بغداد أو في باقي المناطق بسبب هذا الاستفتاء. ولكن رغم هذا الموجة من الكراهية ورغم هذا الاحتقان الذي حصل داخليا، أيضا هناك تدخل خارجي الآن نشعر به وهو موجود، وآخره كان زيارة قاسم سليماني قبل أيام إلى كردستان العراق للتباحث في هذا الشأن. وبالتالي نرى أن الأمور هكذا لا يمكن أن تصل إلى نتيجة إيجابية، يجب الاتفاق على الأمور جوهرية بين الطرفين حتى لا يكون الاستفتاء بداية لصراع جديد بين المكون
الكردي والعربي كما حصل سابقا بين حرب المذهبية حصلت في العراق، وبالتالي نعم يحتاج إلى خطوات عقلانية ومدروسة جدا حتى يتجنب الفوضى ويتجنب الصراع القومي الذي لا نريده في هذا الوقت، لا للطرف العربي ولا للطرف الكردي. طيب، يعني قال مسعود البرزاني أنه ماض في رسم حدود الدولة المستقبلية حتى لو رفضت بغداد. برأيك يعني ما الأدوات التي لدى مسعود البرزاني لكي يستخدمها في قضية رسم الحدود ورسم الخارطة الجديدة؟ في الحقيقة التجربة الكردية في العلاقة مع الحكومة العراقية وخاصة بعد 2003 وحدوث الشراكة وبعدها انتهاء هذه الشراكة لديه حاضنة شعبية تؤيده لعدم الوثوق بهذه الحكومة، عدم الوثوق بالوعود الذي تطلقها هذه الحكومة، وثانيا تعامل الحكومة مع عدة ملفات في الداخل العراقي وخاصة بعد مظاهرات واعتصامات حصلت في المدن السنية وكيفية التعامل مع هذا الحراك وإنهاء هذا الحراك وانتشار الميليشيات في هذه المدن، هذا الأمر يروج أكثر لفكرة الاستفتاء والانفصال ويعطي رئيس الإقليم مسعود بارزاني ورقة أكبر حتى يساوم عليها ويقول للجمهور الكردي أن الطرف المقابل هذا هو أفعاله وهذا ما يقوم به بعكس ما نحن نريد وبعكس ما نحن نأمل ونحلم به أن يحصل عندنا في كردستان أو في العراق مدني ديمقراطي كما كنا نريد في الشراكة من البداية، ولكن لم تحدث وانتهى كل بنود الشراكة عن طريق ممارسات طائفية من قبل الحكومة المركزية العراقية. سأعود لك بعد قليل سيد شهو، أنتقل للسيد أمير المفرجي الكاتب والمحلل السياسي العراقي. أهلا بك من جديد سيد أمير. بداية، يعني مع قرب موعد إجراء الاستفتاء، يعني كما تحدثت قبل قليل مع السيد شهو، تتصاعد حدة التصريحات السياسية بين الأحزاب المختلفة. برأيك لماذا هذا الاحتقان؟ يعني هناك الأكراد يريدون أو لديهم وجهة نظر أنهم لديهم حق في تقرير المصير، في المقابل طبعا حكومة المنطقة الخضراء هي رافضة لهذا الموضوع. هذه الأجواء المشحونة إلى أين ستقود العملية السياسية بشكل عام، ليس فقط الاستفتاء؟ مساء الخير وشكرا على الاستضافة. مساء النور. بس في شغلة واحدة لم أستطع أن أسمع تعليق الضيف لأن تشويش كان يعني كبير ولم أفهم شيء من ولكن صوتك أنت أسمع جيدا. السؤال موجه الآن إلى حضرتك أستاذ أمير، قضية المشاحنات، الاحتقان الموجود الآن ما بين الطرفين. هذا السؤال الذي كان موجه أيضا للضيف، قضية إجراء الاستفتاء في أجواء مليئة بالمشاكل، مليئة بالتهديدات، مليئة بالصراعات. نعم، أنا فهمتك ولكن لم أسمع تعليق الضيف منذ قليل. طيب، تفضل حضرتك بالإجابة. نعم نعم، الكل يعرف أنه الوضع الحالي في العراق هو وضع يعني كنا قد تنبأنا به من قبل، لأن الدستور الذي وضع كان دستور يعني مليء بالمطبات ومليء بالمشاكل. إذن يعني ليس من الصعوبة أن نجد أن الحالة بين الحليفين الكبيرين في المحافظة العراقية قد وصلوا إلى نفق مسدود وبدأت الاضطرابات، ولكن الحقيقة أنه نعم أسمعك سيد أمير، تفضل. في صوت آخر ثاني إذا يدخل، يعني يا جماعة بالكنترول إذا تقدرون تحلون هاي المشكلة، تفضل سيد أمير إذا أمكن. أي، فالمشكلة هي ليست يعني مشكلة صعبة لمعرفتها، العراق وصل إلى مرحلة كنا قد تنبأنا فيها من قبل، ما يحصل الآن بين الكرد وبين النظام الحاكم في بغداد هو نتيجة لاختلاف الاستراتيجيات والأهداف. النظام الحاكم في بغداد هو نظام تم الاستيلاء عليه سياسيا واقتصاديا من قبل إيران. الكرد وصلوا إلى حد أنهم تعلقوا بالقوة الأمريكية التي جاءت بهم إلى هذا الوضع، وهم الآن في وضع يعني يتماشون مع تريده الولايات المتحدة الأمريكية. وما يحدث في العراق من يعني تدخل إيراني في وزيادة للنفوذ وزيادة للنفوذ، هذا يعني قد لا يرفع منك. ما عمله الكرد الآن هو نتيجة
لاتفاق أمريكي غير معلن للبدء بتغيير الحالة العراقية. وما عمل به السيد مسعود البرزاني هو شيء منظم ومرتب يعني وضع النقاط على الحروب. طيب سيد أمير اسمح لي اسمح لي. نعم. مسعود البرزاني قال إن الاستفتاء لا يعني معاداة أي مكون قومي أو ديني، هذا عكس ما يقوله التركمان. التركمان يقولون بأنه نحن نتعرض للاضطهاد، العرب الذين يسكنون في المناطق التي فيها نزاعات ما بين المركز والإقليم يعني يتعرضون للاضطهاد على أيدي الأكراد، على أيدي البيشمركة وغيرها. طيب هذه التصريحات التي تأتي من مسعود البرزاني، هل هي فقط لتهدئة الأوضاع ولجذب مزيد من المصوتين على قضية الاستفتاء، أم أنه جاد في تصريحاته أنه يسعى أن لا يكون الاستفتاء قد يؤثر على قضية الاضطهادات التي يتعرض لها بعض القوميات أو بعض الأعراق في العراق؟ طبيعي أنه الأخوة الكرد عندما جاءوا بعد 2003 أرادوا أن يحصلوا على المزيد من الأراضي. وعندما يعني نرجع في التاريخ قليلا إلى الخلف إلى الوراء نلاحظ بأن مدينة كركوك لم تكن مدينة كردية، كانت الأغلبية فيها أغلبية عراقية تركمانية. صحيح العرب كانوا يشكلون نسبة أقل من التركمان والأكراد، ولكن التركمان كانوا لهم نسبة كبيرة. ولكن بعد 2003 وبعد احتلال الموصل تم يعني بين قوسين استيراد العديد من الكرد حتى من إيران ومن تركيا، وتم تكبير ووضع حجم كركوك في معادلة يعني غير منصفة للذهاب قدما. ولكن أنا في نظري يعني ويجب أن نؤكد على هذا الموضوع، الولايات المتحدة الأمريكية عندما جاءت في العراق لم يكن لها يعني فكرة في إعطاء الأكراد دولة مستقلة. كانت النية من قبل الولايات المتحدة هو تكوين نظام فيدرالي بين أقليمي بين ثلاث مكونات رئيسية، ولكن ما عملته الأحزاب الطائفية في العراق قد لم يرضي الأمريكان ولم يرضي الأكراد. الأكراد الآن يحاولوا أن يستغلوا الفرصة، لأن الولايات المتحدة لا تستطيع أن تعمل ما تريد بوجود إيران في الوقت الحاضر. طيب. من هذا المنطق الأكراد يريدون أن يستغلون فرصة العمر وأن يقولوا للكرد، يقولوا للأمريكان نحن ساعدناكم في القضاء على صدام في 2003، نحن ساعدناكم في حرب الكويت في 91، الآن يجب أن تعطونا وتردونا جميعنا. وضحت الفكرة. سأعود لك بعد قليل. نعم. سأعود لك بعد قليل سيد أمير. أنتقل للسيد شاهو القرداغي مرة ثانية. سيد شاهو، هل ما يحدث الآن من قضية الانفصال وفتح هذا الموضوع من جديد ومحاولة الأكراد إجراء الاستفتاء وغيرها هو بسبب ضغوطات وجهتها حكومة المركز، حكومة حيدر العبادي أو سابقاتها أو حكومات حزب الدعوة باختصار على الإقليم، أم أنها ذريعة اتخذت لكي يعاد فتح ملف الاستقلال وملف الاستفتاء وغيرها؟ بلا شك أن هذا الأمر ردة فعل على الممارسات الصبيانية والطائفية للحكومة العراقية، ونحن دائما نكرر أنه كان هناك فرصة للأكراد حتى يخطوا هذه الخطوة في 2003 وأيضا في 2008، ولكنهم استمروا في البقاء ضمن المنظومة السياسية العراقية في سبيل إصلاحها أو تغييرها على الأقل، ولكن للأسف لم يتم إصلاح هذا الأمر وتم قطع رواتب من قبل الحكومة السابقة حكومة دول المالكي، وأيضا تم عدم مساعدة النازحين الذين نزحوا إلى إقليم كردستان العراق بسبب الحرب على داعش. وعندما جاء الحكومة الجديدة حكومة بقيادة العبادي يعني علق بارزاني وعلق القيادة الكردية آمالا كبيرة على هذه الحكومة، حتى تجنب بارزاني عدة مرات انتقاد العبادي وقال أنه لا يستطيع ونتأمل أن يستطيع أن يفعل تغيير جذري في الحكومة، ولكن يبدو أن الوجوه القديمة إلى الآن لديها قدرة وسلطة ونفوذ داخل الحكومة العراقية ولا تسمح لتكوين تكوين الحس الوطني عند المواطن العراقي، بل تسعى لتمزيق أي روابط مشتركة بين المواطنين حتى يصل الأمر إلى ارتفاع النزعات القومية والطائفية ويلجأ كل طرف إلى قوميته وطائفيته وعشيرته في سبيل حماية نفسه، عندما أصبح الدولة غير موجودة وأصبح الحكومة عاجزة عن حماية المواطنين
وكل هذه العوامل تراكمت وتسببت في اتخاذ هذا القرار الذي نحن نعرف أن يعني يتعرض لمعارضة داخلية وخارجية، ولكنه ردة فعل على هذه الممارسات كما نعتقد. سيد شاهو، كما يقال أهل مكة أدرى بشعابها، أنت حضرتك أعلم بالشأن الكردي. طرحت سؤال لضيفي قبل قليل على قضية التعامل باضطهاد مع الأقليات، مع التركمان ومع العرب في كركوك وغيرها. هل تعتقد أن تصريحات مسعود البرزاني المتعلقة بقضية أنه سيستثني هذه المكونات أو سيبعد مبدأ الاضطهاد من جداوله في التعامل مع قضية الاستفتاء والتعامل مع قضية المناطق المتنازع عليها، هل تعتقد أنه صادق في تصريحاته، خاصة أن سياسيين التركمان كثر تحدثوا عن الاضطهاد، تحدثوا عن التهجير، شهدنا في دخول التنظيم عندما دخل التنظيم إلى الموصل كيف تم تهجير مناطق أو قرى عربية من ساكنيها على أيدي ميليشيات أو على أيدي القوات الكردية؟ هل تعتقد أن البرزاني صادق بهذه التصريحات؟ بلا شك لا يمكن إنكار حصول تجاوزات من قبل القوات أو بعض القوات الكردية في حق المواطنين وخاصة في هذه المناطق المتنازع عليها، ولا يمكن إنكار هذا الشيء، وقمنا بمطالبات القيادة الكردية بالتدخل ووضع حد لهذه الأمور لأنها تفسد التعايش داخل هذه المناطق. وبلا شك أصدر رئيس الإقليم بعض التوجيهات وأيضا تصريحات المفرحة بهذا الشأن، وفي آخر لقاء كان مع رجال الدين عندما عرض أحد رجال الدين في إقليم كردستان، عرض مسعود البرزاني قال لا نريد دولة قومية، فهو رد عليه فقال لن نشكل دولة قومية بل نشكل دولة لكل المكونات الموجودة داخل كردستان العراق. وبلا شك أن التعامل مع الأطياف يعني مختلفة داخل كردستان العراق، وخاصة بعد نزوح الآلاف وأيضا هناك التواجد السني والشيعي والمسيحي وكافة الأديان والطوائف الموجودة في كردستان، يعني أن قيادة إقليم كردستان قد تكون قادرة على إدارة هذه المناطق أيضا وإدارة التنوع والتعايش فيها، لأن ما ميزت بين إقليم كردستان العراق وبين باقي مناطق العراق من جنوب العراق وسيطرة الحكومة العراقية أن في إقليم كردستان العراق تم التعامل مع المخالفين بعقلية فتح صفحة جديدة، وبالتالي لم ينشأ عنها حقد وكراهية وفتنة وفوضى كما حصل في باقي المناطق عندما حاول المالكي إفساد الطرف الآخر وتدميره وإنهائه. بلا شك هناك أخطاء، ولكن نتمنى أن ينتهي هذه الأخطاء ويفتح صفحة جديدة ويتم التعامل مع التنوع الموجود ويعطى كل ذي حق حقه، لأن أي نوع من الظلم نحن ندري ونعلم في التاريخ أي نوع من الظلم يؤدي إلى نشوء بركان سوف ينفجر على كافة الأطراف ولا يوجد رابح في هذه المعركة إذا حصل. سأعود إليك بعد قليل، أنتقل للسيد أمير المفرجي مرة ثانية. سيد أمير، مسعود البرزاني قال خاصة بقضية كركوك أن من يحاول أن يقترب من كركوك أو يأخذها تعتبر هي بالنسبة لمسعود البرزاني أو بالنسبة للإدارة الكردية الحالية هي حق، ولذلك صرحوا وقالوا والتحديد مسعود البرزاني أن من يحاول أن يقترب من كركوك سيتم التعامل معه بالقوة. برأيك ما نوعية الصراع الذي يمكن أن يخرج إلى الساحة العراقية بعد صراعات التنظيم وغيرها؟ ما نوعية الصراع الذي يمكن أن يخرج إلى العلن خاصة بعد التصريحات أو التهديدات التي أخرجها مسعود البرزاني مقابلها طبعا تصريحات الميليشيات؟ شيء طبيعي أنه عندما نتكلم عن مدينة كركوك هي المدينة التي سوف يعني تضمن لمسعود البرزاني في تكوين دولة لما فيها من موارد نفطية هائلة، وهذا هو السبب الذي جعل بعض القوى الغربية تقف وراء مشروع مسعود البرزاني، لأن النفط هو شريان هذه المؤامرة بين قوسين على العراق. نحن عندما نتكلم عن كركوك وعراقية كركوك والدفاع عن كركوك، هذا لا يعني أنه نحن سنقف مع الميليشيات العراقية ومع إيران، لأن ما تطلبه الميليشيات العراقية وبإيران هو عدم إعطاء كركوك إلى جانب الكردي، ولكن نحن من منطق الوطنية العراقية. كركوك كانت مدينة عراقية يعني عابرة للطوائف والأعراق، ولكن ما عمل به مؤخرا بعد 2003 هو تغيير الديموغرافية لهذه المدينة، وبيكون هذه المدينة الكبيرة التي يعني تتقاطع عليها الاستراتيجيات الإقليمية والغربية لن يكون هناك يعني فكرة أو دولة
تسمى بكردستان. إذا من هذا المنطق القتال سوف يكون على كرفوك يعني شديد، وتتدخل الدول الإقليمية مثل تركيا، يعني مثل ما نعرف أنه التركمان في تركيا لهم يعني علاقات جيدة مع تركيا. إذا هناك يعني احتمالات قوية بأن يكون هناك احتدام كبير، لأن يعني الميليشيات التي جاءت من بغداد سوف تدخل إلى الخط. وآخر الأخبار التي تقول بأن القوات العسكرية العراقية والميليشيات قامت بالتقرب من حدود كركوك الجنوبية، نعم، التي هي يعني الحد الفاصل الآن بين الحكومة المركزية وحكومة كردستان العراق. طيب، هناك قضية خاصة بأعداء مسعود البارزاني أو أعداء حزب البارزاني. الحزب الاتحاد الوطني الكردستاني وضع شروطا لحزب مسعود البارزاني لقبول دعم الاستفتاء. برأيك سيد أمير، هل تتوقع أن تشترك الأحزاب المعارضة لمسعود البارزاني إذا تم توفير لها بعض الشروط أو الامتيازات الخاصة قبيل بدء الاستفتاء؟ طبعا ستكون المسألة أصعب مما يتصور السيد مسعود البارزاني، لأن داخل الأحزاب الكردية هناك تداخل إقليمي من إيران ومن تركيا. من هذا المنطق اللعبة لم تكون سهلة للسيد مسعود البارزاني، ولكن هو يعني يحاول ويتكئ على العصا الأمريكية التي أنا في نظري أعطته الضوء الأخضر، ليس في يعني فصل كردستان عن العراق، ولكن لتكوين يعني قوة ضاربة لما بعد خروج داعش من العراق. لأن حسب ما نعرف أن إيران سوف لن تترك العراق بعد داعش، وعندما نقول إيران لن تترك العراق بعد داعش نقول بأن الميليشيات القريبة منها أو التابعة لها سوف تقوم بمحل تنظيم داعش. من هذا المنطق الولايات المتحدة الأمريكية وبمساعدة الكرد تحاول من طرد الميليشيات. وأنا أتصور المقال الذي ظهر في الصحافة الأمريكية قبل يومين واللي يقول أمريكا عندما تنتهي من انتهاء داعش في العراق ستلجأ إلى الميليشيات العراقية التي جلبتها إيران، وخصوصا ميليشيات حزب الله العراقي. سأعود لك بعد قليل سيد أمير، أنتقل للسيد شاهو مرة ثانية. سيد شاهو، 13 حزبا عربيا في محافظة التأميم رفض استفتاء كردستان العراق، وهناك دعوات كثيرة لتأجيل الاستفتاء، أخيرها من دعوة الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط لقضية إرجاء الاستفتاء. طيب، ما مدى قبول هذه الدعوات من قبل الأطراف الكردية؟ يعني نرى زيارات إلى العراق، نرى دول محيطة بكردستان رافضة للاستفتاء للانفصال، نرى داخليا من العراق هناك أحزاب كانت ربما في يوم من الأيام صديقة مقربة لمسعود البارزاني وحزبه، الآن أصبحت عدوة بسبب المواقف أو الإصرار الكردي على إجراء الاستفتاء والانفصال. طيب، بإطار هذا الرفض، ربما رفض عام، هل يمكن أن يستمر مسعود البارزاني وحزبه وإدارة كردستان العراق الحالية، هل يمكن أن يستمروا بمبدأ الاستفتاء إجرائه والانفصال؟ فعلا هناك إصرار كبير على إنجاز الاستفتاء في موعده، والدليل على ذلك سوف ينعقد جلسة لبرلمان لإقليم كردستان في يوم الخميس، وهناك محاولات جدية لإقناع حركة التغيير والجماعة الإسلامية اللتان إلى الآن لم يصدر عنهما موقف مؤيد للاستفتاء بل يطالبان بتأجيله. وهذه الخطوات يعني أن لا يمكن العودة عن خيار الاستفتاء في هذا الوقت أو تأجيله إلا بإعطاء ضمانات كبيرة لبارزاني كما قال. وهذه الضمانات كما سمعنا أنه لا يمكن، الحكومة العراقية ليست جاهزة لإعطاء هكذا ضمانات للسيد مسعود بارزاني وقيادة الإقليم. وبالتالي أيضا يدرك مسعود بارزاني أن في هذا الوقت مهم جدا أن يستمر في إلحاح على هذا الأمر. فلو انتهى تنظيم داعش، افترضنا انتهاء تنظيم داعش وإعادة القوة للحكومة المركزية وتقويتها، حينها لا يمكن أن يقوم حكومة إقليم كردستان باتخاذ هذه الخطوة بسهولة، بل سوف يواجه قوة حكومية وحكومة عراقية قوية. ولكن الآن يرى أن هناك انشغال على الأقل بتنظيم داعش، وخاصة هناك أيضا معركة الحويجة لم يتم الانتهاء منها أو لم يتم البدء إلى الآن، وقد يكون تأخيرها قرار سياسي كما سمعنا أن هناك تجهيزات
حاصلة ولكن استعدادات منتهية، ولكن بسبب قرار سياسي. كل صحيح. هذه الأمور يعطي انطباع للقيادة الكردية أنها لو أجلت هذا الأمر إلى سنة قادمة قد لا يكون الفرصة السانحة للقيام بهذا الأمر الذي ولكن يعتبره أنت حضرتك تاريخيا. تتحدث أنه مبدأ استغلال الفرص، الآن ما يحدث تتحدث عن استغلال فرصة من كردستان خاصة في ظل أزمة تنظيم الدولة، ولكن هناك تهديدات من ميليشيات تابعة للحشد الشعبي وغيرها خاصة بقضية كركوك على أقل تقدير أو على سبيل المثال. هذه التهديدات كانت وأيضا جاءت من مسعود البرزاني على فتح جبهة قتال إذا تم الاقتراب من كركوك. طيب أنت تتحدث هنا عن قضية استغلال، ولكن في المقابل هناك أمور قد لا تكون مستعدة لها إدارة كردستان من ضمنها القتال المسلح. بلا شك أن القتال المسلح أحد السيناريوهات الموجودة، ولكن نحن رأينا أن هذه الميليشيات لم تستطع أن تتقدم شبر واحد إلا بدعم أمريكي، وأيضا كان هناك مشاركة من قوات البيشمركة في بعض الحروب وبعض الصراعات التي نجحت في كسر دفاعات داعش وبعدها دخلت هذه القوات، وبالتالي الفرق كبير جدا بين حدوث هذه يعني حدوث المواجهات بين الميليشيات وتنظيم داعش او بين الميليشيات وقوات البيشمركة الكردية. نعم. نحن نعلم انه لو حصل مواجهة كردية شيعية في هذه المناطق سوف يزيد النزعة السنية لدى المواطنين الأكراد أيضا، كما تحدث الملا كريكار رئيس أنصار السنة قال إذا حصل مواجهة شيعية كردية وتم طلب منا لإصدار فتاوى سوف نصدر فتاوى لمحاربة هذا المد الشيعي الرافضي، وبالتالي هناك يعني إرادة قومية أيضا سيأتي من خلالها إلى جانبها إرادة أيضا مذهبية، وهذا سيزيد من قوة الطرف الكردي ضد الميليشيات الموجودة، وبالتالي هذه الأمور لا يمكن، وأيضا لا يمكن التعويل على هذه الميليشيات إلا إذا كان هناك دعم إيراني مباشر لها وضرب إيراني أيضا ليقدم كردستان من الوراء من الخلف، وإلا لا يمكن التعويل عليها حتى تستطيع أن توقف إقليم كردستان للخطو نحو طيب هذه الخطوة. طيب تبرير حضرتك للمواقف حتى الآن إذا يعني إذا قارناها مع حديث حضرتك عن قضية ضرب كردستان، فإيران لم تتخذ هكذا خطوات ما زالت. طيب إيران رافضة للاستفتاء لإجرائه وللانفصال، طيب لماذا هي ما زالت متأخرة بقضية اتخاذ خطوات ربما تصعيدية كعادتها يعني؟ في الحقيقة هناك أسباب كثيرة نحو هذا الأمر، هي إلى اليوم آخر تصريح في هذا الصباح كان تصريح يعني محذر من هذا الأمر ويقول سوف يجلب الويلات للفصائل والأحزاب الكردية الاستمرار في الاستفتاء، ولكن أيضا بعض الكتاب الأتراك في الصحف التركية تحدثوا عن نية إيران للحلول حلول محل تركيا اقتصاديا في كردستان العراق، يعني إيران سوف تستمر في ضغطها لكي لا يتم الأمر، ولكن عندما إذا رأت أن الأمر أصبح واقعيا فهي تتعامل مع الواقع وتحاول أن تستغل الفرص الاقتصادية في هذا المجال، ونحن نعلم أن إيران براغماتية وقد تتعامل كما رأينا أنها يعني دافعت عن اتفاق صارت مع داعش بحجة أنها تكتيك حرب واستراتيجية حرب، وبالتالي لا يمكن أن نتوقع ماذا تفعل بالضبط، فتصريحاتها الإعلامية قد تختلف بعض الأحيان عن مواقفها على أرض الواقع على المواقف البراغماتية. سأعود إليك بعد قليل، أنتقل للسيد أمير المفرجي. سيد أمير، مسعود البرزاني اشترط كما قال ضيفي قبل قليل اشترط لإرجاء الاستفتاء أن توفر حكومة العبادي حياة كريمة ضمانات للعيش بدون أو بدولة مدنية دولة ديمقراطية، هذه كانت شروط البرزاني لإرجاء الاستفتاء، ولكن في المقابل هل تتوقع أن حكومة حيدر العبادي قادرة على تقديم هكذا نوع من الضمانات، يعني العيش بدولة مدنية ديمقراطية؟ العراق 14 عاما يتحدث فقط باسم الديمقراطية ولكن لا يشاهدها المجتمع بشكل عام، برأيك هل تستطيع أن توفر حكومة العبادي هكذا ضمانات؟ طبعا ستكون من الصعوبه، ولكن قبل ان اجيب على سؤالك الكريم سمعت ما قال الضيف. نعم. بخصوص ايران وتوجهات ايران ومواقف ايران. ايران لن تسمح بوجود دوله كرديه ليس حبا في العراق ولكن خوفا من ان اكرادها المضطهدين الذين لم يحصلوا على الحكم الذاتي وكما اعطاهم العراق في سنه 71 باتفاق اذار لم يعني لا تهدف بوجود دولة
مستقلة في كردستان. من هذا الباب يعني أنا لا أتفق مع ضيفك، لأن إيران ستعمل المستحيل، ولكن البراغماتية التي يتكلم عنها ستكون باستعمال العراقيين لحسابها الخاص، أي استعمال الميليشيات، لأنها لحد الآن تنادي بفلسطين وتنادي بجبهة المقاومة، ولكنها تقتل العرب وهي جالسة في أركان دارها. دعنا نعود إلى سؤالي. يعني أرجع إلى سؤالك. نعم. أرجع إلى سؤالك. يجب أن نعرف أنه في العراق هناك حكومة يترأسها السيد حيدر العبادي. السيد حيدر العبادي يختلف عن نوري المالكي، لأن عندما جاء حاول أن يعني أن يهدئ الجانب الأمريكي والإيراني ويكون فيما بين هذه يعني القوتين في العراق، ولكن الأمريكان عندما جاءوا للعراق أرادوا أن يعني يستغلوا الوضع ويعملون الشيء يعني لصالحهم، ولكن ما حدث أنه إيران قد تغلغلت إلى عمق يعني الدولة العراقية. إذا من هذا المنطق يعني ليس هناك أي يعني شلون نقول يعني ليس هناك مناسبة في أن تكون الدولة العراقية هي دولة مدنية، طالما وجدت الأحزاب المذهبية التي تسيطر عليها إيران. وضحت الفكرة. أنا في نظري يعني أحاول أن أقول في كلمة أنه ما عمله مسعود البرزاني هو يعني أشار إلى يجب التغيير في العراق لإعادة الوئام بين الترك والعرب، دولة مدنية ديمقراطية. وضحت الفكرة سيد أمير. أنا سأعود إليك بعد قليل حضرتك والسيد شاهو أيضا، ولكن مشاهدينا الكرام نذهب إلى فاصل قصير ومن بعده نعود. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام في محورنا الثاني. خطة استعادة قضاء الحويجة اكتملت من حيث التحشيدات العسكرية على مشارف المدينة، إلا أن ثمة أمور سياسية أخرت صدور قرار انطلاق المعركة، أهمها طبعا قرار كردستان العراق بإجراء استفتاء في محافظة التأميم، الأمر الذي حول قرار بدء المعركة إلى قرار سياسي أكثر منه عسكري. نتابع هذا التقرير ثم نعود. يبدو أن البعد السياسي طغى على ملامح الخطة العسكرية لعمليات استعادة قضاء الحويجة بمحافظة التأميم، فمع تصاعد دعوات كردستان العراق لإجراء استفتاء الانفصال تدفع الحكومة في بغداد باتجاه تأخير إطلاق المعركة لتتزامن مع موعد الاستفتاء المقرر في 25 من الشهر الحالي. حكومة العبادي وبعد أن أعلنت رفضها مسبقا لنتائج الاستفتاء المرتقب فإنها تستخدم طرقا مختلفة لمنع هذا الاستفتاء. ورقة استعادة قضاء الحويجة هي إحدى طرق إعاقة استفتاء كردستان العراق، بالرغم من الاستعدادات العسكرية والتحشيدات التي تقوم بها القوات الحكومية وميليشياتها على مشارف القضاء. المراقبون أكدوا أن حكومة العبادي تحاول أن تؤخر انطلاق عمليات استعادة الحويجة لتتزامن مع موعد إجراء استفتاء كردستان العراق الذي يعتزم الأكراد تنظيمه أيضا في كركوك، الأمر الذي قد يجعل الظرف غير مناسب لإجرائه ويسهل الطعن به، فبمجرد وجود عمليات عسكرية في المنطقة سيجعلها غير مهيئة لأي تصويت، كما أن المراقبين الدوليين سيمتنعون عن متابعة الاستفتاء مما يفقده الحيادية والشرعية. رئيس الوزراء حيدر العبادي أشار إلى أن خطة استعادة الحويجة تضمنت استمرار القصف الجوي على أهداف داخل القضاء من الآن، وحتى الهجوم البري الذي سيحدد وقته لاحقا هو شخصيا. كل ذلك يشير إلى أن القرار السياسي الذي سيحدد انطلاق معركة الحويجة يهدف لأن تكون المعركة خلال إجراء الاستفتاء. وبهذا فإن العبادي لا يحاول كسب المعركة من المنظور العسكري فحسب، لكنه يسعى لإفشال الاستفتاء في كركوك قانونيا على الأقل بحسب المراقبين. وبالتزامن فإن كردستان العراق تواصل حملتها الدعائية لإجراء الاستفتاء في موعده،
والذي يشمل بالإضافة إلى محافظات كردستان العراق التأميم ومناطق من الموصل وديالة وصلاح الدين، في ظل مخاوف من نتائج هذا الاستفتاء وما سيترتب عليه من أزمات سياسية وصراعات قومية. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. أبدأ معك سيد أمير المفرجي بهذا الملف، ملف معركة الحويجة اقترابها، التحشيدات حكومية على تخوم قضاء الحويجة، وهناك أيضا كما تحدثنا في الملف الذي سبق الصراع السياسي حول استفتاء كردستان العراق. برأيك ما انعكاسات الصراعات السياسية على قضية الحويجة واقتراب المعارك؟ طبعا لم يكن هناك اتفاق على وجود هجوم ما لم يكن هناك اتفاق بين حكومة كردستان في أربيل والحكومة العراقية لما جاء من كركوك من مأزق ومن احتمالات يعني صراع مباشر بين القوات الحكومية والميليشيات وقوات البيشمركة. إذا من هذا يعني المنطق اللي هو السيد حيدر العبادي لا يستطيع بهذه السهولة يعني أن يهاجم على حدود كركوك الجنوبية بدون موافقة أمريكية، وعندما نقول بدون موافقة أمريكية لأن الولايات المتحدة الأمريكية هي التي تساعد الجيش العراقي، وكما تفضل الأخ الضيف عندما قال أن الحشد والقوات العراقية لا تستطيع أن تتقدم إلا بوجود الاستناد الجوي الأمريكي. إذن الولايات المتحدة هي صاحبة يعني الكلمة الأخيرة، هي التي ستحدد إذا كان في يعني بالسيد حيدر العبادي استطاعته أن يهاجم أو أن يعني أن يعني أن يعني يتكلم مع الأفراد سبيل الخروج من هذه الوحدة. أنا في نظري أنه قضية الحويجة لن تكون بهذه السهولة ولم يكن هناك هجوم في الوقت الحاضر. طيب سأعود إليك بعد قليل. سيد شاهو، أحد قادة البيشمركة نفى أي تنسيق بين القوات الحكومية والبيشمركة حول موعد معركة الحويجة. ما مدى تأثير انعدام التنسيق ما بين الطرفين، ما بين قوات البيشمركة وما بين القوات الحكومية والميليشيات القادمة معها على معركة الحويجة؟ يؤثر بشكل كبير، وهذا أيضا من تأثير موضوع الاستفتاء على هذه المعركة. فإذا كانت الحكومة العراقية في بغداد تسعى لاستخدام هذه المعركة كورقة رابحة لها في التنافس السياسي مع أربيل، بلا شك أن أربيل أيضا تدرك أنها لن تشارك مشاركة عسكرية لتحرير هذه المنطقة أو التخلص منها من تنظيم داعش، وبالتالي سوف إما أن يؤدي إلى إطالة تأخير بدء هذه المعركة أو سيقوم الحكومة العراقية بالبدء بها والقيام بها بشكل منفرد، وهذا سيكون له تأثيرات أكثر لأن الحويجة ندرك أنه هو منطقة تابعة يعني لكركوك وأنها منطقة مهمة أيضا لإقليم كردستان العراق، وهم ينظرون إليها كمنطقة مهمة، وبالتالي هذه الخلافات السياسية سوف تؤدي إما إلى وجود تأخير أو إما إلى تضارب قد يكون في هذه المنطقة أو للتنافس على من يمسك هذه المناطق بعد التخلص من تنظيم داعش، وهذه الأمور كلها واردة. ولكن بلا شك أن قد مثل ما قال الضيف الكريم قد الولايات المتحدة الأمريكية لن تسمح لأن يحصل تصادم كما إنها تحججت بضرورة تأجيل استفتاء كردستان بسبب التركيز على معركة داعش، لأنها يمكن قد لا تسمح لصراع كردي شيعي في هذا الوقت خاصة بوجود داعش في الحويجة، وهذا الأمر قد يؤدي إلى وجود تنسيق نوعي بين الطرفين حتى يتم التخلص من تنظيم داعش وبعدها يبدأ المشاكل الأخرى. برأيك ما طبيعة معركة الحويجة؟ يعني هل ستكون تكرار لمعركة الموصل، هذا الدمار الذي حدث، خاصة وأننا نشاهد الآن أن هناك قصفا مستمرا حكوميا على قضاء الحويجة؟ بلا شك أن الحكومة العراقية لا تهتم بأرواح المدنيين بقدر ما تهتم كما فعلت في الموصل بالنصر السريع والانتهاء من تدمير كافة المباني والبنى التحتية وتهجير جميع المواطنين وإعادة بنائها من جديد وعدم السماح للمواطنين بالعودة أو السماح لهم بالعودة كما تفعل الميليشيات، وهذا الأمر وارد جدا لأن الحكومة العراقية حتى في الحويجة لا تستطيع أن تعتمد على قوات نظامية لديها عقيدة عسكرية وطنية محايدة مستقلة هدفها إنقاذ المواطن العراقي من مصيبة هو وقع فيه،
بل مجبورة لأن تعتمد على ميليشيات موجودة يعني تشكلت بحكم الأمر الواقع، وليس لديها عقيدة عسكرية بل لديها عقيدة طائفية تسعى للانتقام من المواطنين الموجودين وتعتبرهم جميعهم من تنظيم داعش وحاضنة داعش، وبالتالي من الوارد أن يتكرر السيناريو الموصلي في الحويجة وفي أي مكان آخر يشارك فيه هذه الميليشيات الموجودة في العراق. سأعود لك بعد قليل سيد شاهو. سيد أمير المفرجية، أجمعت أنت وضيفي سيد شاهو على نقطة أن لن تكون هناك معركة في الحويجة إذا لم يتم التنسيق المسبق ما بين الطرفين، ما بين البيشمركة وما بين القوات الحكومية المشاركة في القتال، وإلا سيكون هناك تصادم مباشر. طيب، أبو مهدي المهندس زعيم ميليشيا الحشد الشعبي أو قائد الحشد الشعبي بدوره أعلن عن قرب انطلاق عملية استعادة قضاء الحويجة. طيب، يعني إذا أبو مهدي المهندس وهو قائد هذه الميليشيا وصرح بهذا التصريح، ما دلالات هذا التصريح؟ هل تتوقع أن المعركة ستكون قريبة كما قال؟ وهل تتوقع أيضا أن تشارك ميليشيات الحشد أو من معها في هذه العمليات العسكرية؟ طبعا هذا يدل على أن ميليشيات المهندس لا تتبع إلى الحكومة المركزية وليس لها أي يعني كلمة يعني للعمل معها أو التنسيق معها. من هذا يعني نستنتج بأن هناك تدخل إيراني، لأن عندما نتكلم عن الميليشيات نتكلم عن إيران. إذا السيد حيدر العبادي لا أتصور يعني له علاقة بما يحدث مع التصريحات التي تفضلت بها عن السيد المهندس. إيران هي يعني تستعمل أذرعها في العراق لتمشية أجندتها. العراق ليس له يعني ليس له أي فائدة في أن يتدخل الآن بدون موافقة أمريكية. وعندما نتكلم عن ما يحدث الآن يجب أن نعلم بأن كل ما يحدث في العراق هو تحت سيطرة أمريكية تامة. السيد العبادي عندما ذهب إلى واشنطن تكلم مع الرئيس الجديد، وأنا قلتها بصراحة قبل أن ينفذ ما تريده أمريكا في العراق. مع العلم أنه إيران موجودة بأحزابها، بأحزاب نور المالكي. إذن ما سوف يحدث هو نوع من إرادة أمريكية لتغيير الوضع في بغداد، لتغيير الوضع السياسي، المشهد السياسي القادم. لأن إيران تريد أن تبقى بعد الانتخابات القادمة بوجود يعني شخصيات كانت موجودة كالمالكيين لإعادتها في السلطة، وهذا ما لا ترضاه أمريكا. سيد أمير المفرجي الكاتب والمحلل السياسي العراقي، أنا أشكرك شكرا جزيلا فيما تبقى من وقت. أعود للسيد شاه القرداغي. سيد شاهو، قال سيد أمير المفرجي أن تصريح أبو مهدي المهندس ينم على أنه لا يرتبط أو هذه الميليشيات لا ترتبط بالحكومة، وبالتالي التصريحات التي تخرج منها منطقية لأنها لا تقاد من الدولة، لا تقاد من حكومة حيدر العبادي، وبالتالي فهي تصرح على ما تراه يعني الخطة المستقبلية ربما بالنسبة لها. طيب، في حال تصريح أبو مهدي المهندس أن المعركة اقتربت، طيب هذه الميليشيات هل ستقود المعركة لوحدها؟ إن هي تحدثت عن الاقتراب وهناك حكومة تخشى بدء هذه المعارك باعتبار أن هناك خلاف ما زال قائم ما بينها وما بين كردستان؟ بلا شك كلام الضيف الكريم صحيح جدا، وهذه الميليشيات لا تتبع يعني لقيادة الحكومة العراقية بل تتبع لقيادة إيران وهي التي تديرها، وبالتالي قد نتوقع أن يحصل هذا. ولكن هناك نقطة مشتركة بين الطرفين، هناك نقطة مشتركة بين الطرف الإيراني وأيضا الحكومة العراقية، وهو استخدام هذا الورقة كورقة ضغط أو كورقة لضد مشروع استفتاء إقليم كردستان العراق أو لإفشال المشروعية عن هذه العملية في هذه المناطق المتاخمة على أطراف الحويجة. وبالتالي قد يكون هذا الأمر الاشتراك في التفكير أو في خطط هذا الطرفين قد يؤدي إلى وجود تنسيق، وأن الميليشيات لن تقدم على هذه الخطوة إلا بإدارة عراقية، ليس لأنها تابعة للحكومة العراقية بل لأنها تخضع لنفس الأجندة التابعة لإيران في العراق. السيد شاهو القرداغي الكاتب والمحلل السياسي العراقي، شكرا جزيلا لك، كنت معنا عبر سكايب شاركتنا في هذه الحلقة، وأيضا الشكر للسيد أمير المفرجي الكاتب والمحلل السياسي العراقي كان معنا عبر الهاتف، وشكر لكم مشاهدينا الكرام لطيب المتابعة. نلقاكم إن شاء الله في حلقة أخرى، إلى اللقاء.